تعد الركلة الصبيحية تراثا وفي الكولوران شعبيا تشتهر به منطقة الصبيحة بمحافظة لحج، باتت مهددة بالاندثار لعدة عوامل. اشتهرت منطقة الصبيحة بمحافظة لحج منذ ستينات القرن الماضي برقصة شعبية مميزة يطلق عليها الركلة، يحيون بها أعراسهم وأفراحهم، حيث يتوافد الناس من مختلف المناطق للمشاركة بالأفراح التي تتميز هنا بالركلة الصبيحية والتي تقام عادة على مدى يومين قبل موعد زفة العريس. تبدأ يعني بالمزمار والمرفع والدف، تمام، ويجوا على الشعراء أيضا، الشعراء يعني يحضروا فيها، تمام. الشعر بنديك يعني نموذج يعني من الشعر خاصة الذي هو يعني يشد يعني مع ال يعني مع الـ مع الركلة، تمام. مثلا يقول شلوا لهم من عندي تحياتي اللي حضرت تبلغوا من غاب، أصحابي اشتوني وقت حاجتهم لحاجتي يدور ما لقيت أصحاب، خلوني يبكي وشيف دمعاتي مثل المطر اللي حطت على الشعاب، الدمع دمعي ومالكم فيها من باطل الدنيا دمعتي سكاب. عدة رقصات شعبية لا زلنا محتفظين بها رغم المعاناة ورغم كل الهموم، لكن في حال ما تقام عندنا أي مناسبة لا يزال شبابنا محتفظ بهذه العادة وهذه الظاهرة. الركلة الصبيحية باتت اليوم مهددة بالانقراض نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث باتت أغلب المناطق هنا بالصبيحة تحيي أفراحها بعيدا عن المراسيم التقليدية والتراثية، وفي غياب شبه تام للركلة الصبيحية التي ظلت تميز أفراحهم طيلة الفترة الماضية باستثناء منطقة الرجاع التي ما زالت تحافظ على هذا التراث الشعبي وتتفاخر به. هذه المنطقة قرية الرجاع وشبابها وأهلها إلى حد الآن لا زالوا محتفظين بالتراث الرجاعي، التراث الصبيحي، التراث اليمني، لا زالوا محتفظين بهذه الظاهرة ويتغنوا بها ويلعبوا فيها ويرقصون وينشدون. الركلة حق الصبيحة، تمام. هذه يعني تقام يعني في الأعراس، و يعني الركلة يعني أنواع، الذي هي يعني العشيري والحجيش، وأخذنا برضو يعني من لحج الذي هي يعني الشرح، لأننا نحن ارتباطنا يعني قريبين من لحج، نرتبط يعني بلحج ارتباط يعني وثيق بالنسبة يعني للشرح. ما يميز الركلة الصبيحية هو التنوع في أدائها، حيث تنقسم إلى أكثر من أربع ركلات، أشهرها الركلة الكرعمي والتي نسبت إلى الراكل المرحوم فضل الكرعمي الرجاعي والذي يعد من أقدم الركالة في منطقة الصبيحة، وكذا الركلة الخفيف والركلة الحديث والركلة الثقيل.